او يا مال تن تك 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 او يا مال. افتتاح كوفي او مطعم او خلنا نقول مقهى ومطعم او يا مال. كل ما يختص بالاكلات القديمه والمنزليه اهم شيء اكل بيت تحصلونه هنا. معجنات ما معجنات، صاحبة هذا الكوفي رحمة النوفلية رئيسة جمعية المرأة العمانية، وحابين اليوم نوقف تحصلونه هنا. معجنات ما معجنات، صاحبة هذا الكوفي رحمة النوفلية رئيسة جمعية المرأة العمانية، وحابين اليوم نوقف معها وندعمها هي والكادر اللي يشتغل معها. أويا مال في ولاية المصنعة الطريف وينعاد في سيتي سنتر بجانب ميجامار. طبعا زحمة داخل، بس أنا بصور شيء بسيط لأنه ما شاء الله عوائل شباب، فما أريد أصورهم يعني، بس خلونا نتعرف على الوجبات اللي تقدم أو اللي يقدمها أو يا مال. أستاذة رحمة، أول بداية مبروك افتتاح هذا المقهى، افتتاح تجريبي حلو. أعطيني فكرة هذا المقهى. المقهى هو عبارة عن في نفس الوقت يقدم وجبات إن شاء الله راح تكون بعد رمضان، عبارة عن فطار، وجبة غداء، وجبة عشاء. الريوق البيت هني؟ أكيد نتين نتين. مثل هيش؟ إن شاء الله راح يكون معنا صينية ريوق عمانية. أها. صينية ريوق خليجية. حلو. اللي بيكون فيها الكباب ورصع قاوي. حلو. بالإضافة إلى صينية الريوق التركية والشامية. إنزين. في شباب بنات حابين يقعدوا يأخذوا القهوة المختصة راح تتوفر؟ أكيد. بكل انواعها مشروبات يمكن خاصه فينا مثل سيجنتشر ويا مال وبعض الخلطات الخاصه. حلو، يعطيك العافيه. هذه النقطه الافتتاح الرسمي ان شاء الله بعد العيد. بعد العيد يعطيك. مثل هذا ويش دولمه؟ دولمه وين قصدي؟ المحشي. محشي ورق عنب. يا سلام، كذا يقدمه. ايوه اكيد. وحبيت زي الستاف. ها مش عادي صورتك؟ ها تفتخر. ما شاء الله انت دائما مع استاذه رحمه، ونشوفك دائما هذا المقهى يشارك في كل الفعاليات ومحافظين على الزي. القهوه المختصه بكل انواعها راح تكون قهوه وشاي والقهوه السعوديه. القهوه السعوديه موجوده. موجوده. والقهوه العمانيه. السويتات موجودات معنا، التشيز كيك، تشيز اويا مال، معنا البسبوسه، البسبوسه اويا مال، معنا الخبيصه والعصيده، وايد انواع. جميل جدا. ما اقدر اصور الديكور لان كل عوائل حاليا زحمه اليوم ما شاء الله، بس ندعوهم انه يجوا. اكيد حد عنده اجتماع كذا يجي عادي، يجلس طاولات موفره. يعطيكم العافيه. هذه شجره الزيتون طبيعيه وش؟ ابو هزاع نورت المكان، وانت داعم دائما لشباب وبنات المصنعه. اليوم انت موجود؟ نعم طبعا بشروع عماني ما شاء الله، الاخت ام يوسف رحمه نوفليه. نعم بارك الله فيها على الديكورات الجميله والاشياء الجميله. نعم. والمذاق الحلو بعد ما شاء الله. حلو حلو. شرفناها وشرف يحيى ايضا ما شاء الله. الله يخليك بارك الله. نتمنى ان شاء الله التوفيق والدعم لجميع ابناء ولايه المصنعه وايضا الولايات القريبه. تعرف ابو هزاع بقطع كلامك، تعرف ان الحين اذا جاك سائح اجنبي وحاب انه يعني توري ايش الاكلات القديمه في ولايه المصنعه تقدر تجيبها هني. طبعا معهم انواع من العرسيه والعصير. نعم. والجيمات واشياء كثيره ما شاء الله كلها تقليديه وجميله. ايوه زياره المكان حلو يعني. هذا ايش انا اقول لك، حتى المسمى مسمى قديم. نعم هذا من فنون يعني مستوحى من فنون عمانيه. نعم نعم. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. تستاهل نجم ابو هزاع. جزاك الله خير. نجم قريحات مسمنا. شوف شوف الابداع. شوف الله. شوف شوف الابداع. هذه خبيصه خبيصه وهذه عصيده. مسيندو عصيده. عصيده. هاي مسيندو. غرب. والله ودني نصور في عصيده على يسارنا اصليه، لكن مشكله ما يبغى نصور. سمحوا لنا يا سعد، سمحوا لنا سمحوا لنا. ايضا موجودين هنا غانم السعدي، اقدم بدوي تعرفت عليه في حياتي. غانم ابو تركي، خالد اخوي طبعا شبيهي، اخوي خالد وفيصل كنا نلعب مع بعض ايام زمان، وعلي كابتن ما يحب الظهور طبعا لاسباب خاصه. ابو تركي كلمتني ايش رايك بالمقهى؟ مقهى جميل جدا.
جميل جدا. انا اللي عجبني فيك ان انا قلت لك كلمتين وانت فعلا يعني. خالد ايش رايك بالمكان؟ يا الربع لا يفوتكم هذا المقهى، تعالوا له مقابل او هذا الشارع العام مقابل دائره الاسكان على طول هني. وهني جلورو جلورا جلورا بوتيك ايضا، ضروري انكم تيو بعد العيد ان شاء الله بتكون لي تغطيه خاصه لهذا المقهى.